للمزيد معنا من الرياض مراسلنا علي الشريف، آخر التفاصيل في ما يتعلق بهذا الهجوم. علي معك. نعم كارولين، بالفعل التحالف العربي أكد على تدمير هذه المنصة وكذلك إحباط العملية التي كانت تستهدف المدنيين في جبهة مأرب. الميليشيات الحوثية تتخذ من المقرات السكنية أوكارا وكذلك ورش لتصنيع وإعداد الطائرات، وكذلك تستهدف من خلال المناطق السكنية التي تقطن بها الأحياء المدنية، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، معرضة حياة الملايين من الميليشيات، معرضة حياة الملايين من الأبرياء إلى الخطر. هذه الميليشيات هي لا تأبه بأي قانون دولي وإنما ولا تكترث المعاهدات الدولية، تحاول إنهاء الأزمة، إلا أن هذه الميليشيات تستمر بعنادها وباستمرارها تهديد الأمن الإقليمي وكذلك الأبرياء داخل اليمن. هي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكذلك تستمر في تعنتها ورفضها لكل المبادرات السلمية. نعم كارولين، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة من الرياض مراسلنا علي الشريف.